السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي ظروف جيده ان شاء الله. اليوم واحد المشاركه غزاله في الباديه وغيعجبكم هذا الفيديو. شوفوا كنا غادي العربيه ديالنا وانا نلقى هذا البير هذا وداك الدلو، كنقولوا الدلو هذاك ديال هذا السطر ولا شي يقولوا ليه، شربنا وزدنا غادي نشدوا الطريق للبلاد ديالنا. حنا في جدنا وحيد ديال بن حمد، ولاد محمد مصاب، وغادي نمشيو عند بنت عمتي وغادي نمشيو للفيلا ديال خويا. وراكم غادي تعيشوا معايا واحد المنظر غزال والمناظر زوينه ديال العروبيه والطبيعه والماكله حتى هي كذلك. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تابعوني بقاو معايا، راه هذا الفيديو غيعجبكم، بقاو معايا. المنظر هادي راه تقريبا 6:30، هادي خويا هو اللي غادي لقدام وحنا غاديين تابعينو. كنعرفوش الطريق هنا، حيت داز من واحد البلاصه اخرى ديال في العروبيه. حمقوني داك الغروب ديال الشمس وداك الجبال وداك الارض والمباني كذلك. شوف راه مبقاتش عروبيه ولا مدينه، ما شاء الله كلشي فيها. تيقول ليها موكارتو، دابا غادي نمشيو غير في البيست ديال الغبرة. ولكن عرفتي واحد الهواء غزال والبرودة جايه زوينه والمناظر، شوفوا ما شاء الله. والله العظيم ما تسخو، انا بعدك ما سخيتش حيد عيني من هذا المنظر هذا. راه خويا غادي مكيدنا وحنا تابعينو. فلاحية ما شاء الله، اللي زرعتوها كتنوض. الطريق في هذاك الكياس غادي نعيب شوية. شوفوا ما شاء الله، شكون اللي بغى شي يحاول يجيبوا له معايا. ما شاء الله، شوف كسيبه كيخرجوها في العشيه. بنت عمتي بعيده علينا شويه، حنايا بعيده علينا في الدوار ديالنا، يعني بعيده واحد شويه، واحد 10 دقائق تقريبا ولا 15 دقيقه ديال الطريق. هما كيقولوا من قبيله وحنا من قبيله، ولكن غنسبقوا بنت عمتي هي الاولى. نوريكم الدار ديالها الفيرما ديالها ما شاء الله. احنا الدار ديالها وصلنا لعندها، ما شاء الله رحبات بينا واستقبلتنا. هذه الارض اللي قدامها والفيرما ديالها هي هذه اللي داخل. شوفوا هذه راه دخلنا للفيرما ديالها ما شاء الله. هذه كلها ديالها، احنا داخلين. الزيتون غزال، واحد البراد ديال اتاي، والخبز خارج من الفران من الكوشه غزال، والزبده بلديه ديال البقري، يعني بلديه مصيبه هي العسل الحر. واحد البراد ديال اتاي بصراحه حنا كلينا في الخبز والزبده والعسل غزال. واحد البراد ديال اتاي النعناع، عندنا النعناع راه كنعرفوا الباديه كلشي بيوم كيديروا كلشي مع عندهم هما. ايوا حنا نسحب ليو سالين عير اتاي وداكشي، ولكن غادي نتفاجئوا بواحد الماكله ثاني غتحط علينا. وهنا واحد الكليسه بلديه، عرفتي الزرابي داك البلديين اللي في الارض،
والجلسة في الأرض ما شاء الله عندها واحد الصالون غزال عجبني تبقى والبرودة البارد وراكم عارف الروبية ضروري كيجيبوا داك كنسميو الطاس وليد باش تغسلو البن واحد القصعة ديال الرفيسة يا سلام دجاج البلد يا سلام كل شيء بيو هنايا ما شاء الله ربي يبارك في الخير الله يخلف هاد الحبة ديالي وداك لاصوص غزالي واكلين واخا كلينا الخبز والزبدة واكلين واي طبلة مغربية كما عارفين كيحطو الديسير في الاخر وشربنا واحد الكازيراتي راه ما شجلتوش في الاخر صافي ودابا غادي نمشيو لعند خويا يعني دارنا حنايا شوفوا القطيطات شجلت القطيطات عجبوني ما شاء الله واحد الفيرما عندها غزاله راه عاد ما شجلتش بزاف عندها الزيتون عندها الرمان عندها انا صاحب لي كنت نشجل كنت نهضر معاه ولكن ما غرقتش على انغوجيستري ولكن واحد الفيرما ما شاء الله غزاله عندها والهدوء شوف صافي غادي نشدو نمشيو عند خويا دابا وغادي تعجبكم واحد المنظر واحد الفيرما ما شاء الله قول والله واحد غزاله ودابا غادي حنايا راجعين في داك المنظر ديال الغروب ديال الشمس والحرد يعني حيت ما كاينش وقت الربيع دابا الصيف يعني كلشي جامع داك الغرس ديالو انا اللي عجبني هو كنشوف داك الجبل والشمس الغروب هاو معايا صافي وصلنا عند خويا هادو حدانا ديتكم داك النهار عند خويا الاخر باقي عاد غيبني وخويا دار خويا هي هادي هذه الفيلا ديالو ما شاء الله غزاله واحد الفيرما ما شاء الله لقينا حاطين الكرموس ديال الجرده والعنب والخبز من الحمل ديال الفيرما انتم مخدم لك الشياخ جالس في الغربي ايه بوحديتهم على بيسين اسمحوا لي راه الصوت ما قدرش نديرو حيت كنحيدو اليوتيوب هادشي باش كنحيد هاد الشطيح هذا مي واحد الكنيسة غزالة في الغربي ما شاء الله ولا واحد وداك الجو غزال ديال العربية منظر مانيفيك تبعو بقاو تفرجو لابيسين هاد الفيلا ديال خويا شاد على الدار ديال خويا الاخرى مي خويا الاخر باقي ما بناش وهذا باني واخا كثر باقي ما كملش باقي كي راكم عارفين دائما كيبني الواحد وكيبقى الاصلاحات ورعي في الليل راه الجرده عنده كبيره غارس فيها توا كلشي كاع لي دركم في البال ديال لي فروي كاينين حيت مشينا في الليل ما شججت ما بغيتش نسجل ندخل في وسط الشجر وداكشي مي مانيفيك غزال لا بيسين واحد الكليسه ما غاداش ندخل داخل غنسجل لكم عين على برا عين مرجاج ديال العربيه في الليل واعر نقول ما ندخلش للدار كاع صافي ودرنا واحد البريد ديال اتاي مانيفيك غزال والكرموس ديال الفيرما كلشي ديال الفيرما ما شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الفيديو راه فيديو غزال وتنقول لكم احبائي الكرام الى الحلقه القادمه ان شاء الله مازال في المغرب تابعوني على سويفغ